كان وزير الخارجية سامح شكري قد شارك كمتحدث رئيسي في جلسة حول تعزيز دبلوماسية المناخ الدولية ضمن فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن، بوصفه الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخ COP27. هذا وتناولت الجلسة تصورا شاملا لمواجهة التغيرات المناخية، يرتكز على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتقليل انبعاثات الغاز، وإشراك الخبراء في وضع خارطة طريق عملية لمواجهة الظاهرة، إلى جانب التأكيد على ضرورة تكثيف التعاون الدولي في هذا الصدد.